هذا سعيد من ألمانيا يقول: يتداول لفظ تكفيري عندنا من حين إلى آخر، لكن ما هو الضابط في إطلاق هذا الاسم على الآخرين؟ أولا، لفظ تكفيري ليس لفظا شرعيا نقول بأن هذا معناه وهذا حدودها التي جاءت بها الشريعة، لكن هي صار لفظ اصطلاحي. لنأخذ قضية الكفر أولا. الكفر أولا هو مبدأ ثابت في الشريعة، وهي مبدأ ثابت في كل شريعة وفي كل دين، وكل دين يرون بأنهم يكفرون بديننا ويروننا بأننا كفارا بدينهم ويصفوننا بأننا الكفار. هذا وصف لا تثريب فيه في الحقيقة، أي نحن نراهم كفارا كفروا ديننا، أي ستروه وغطوه ولم يروا له أثرا. وكذلك هم إذا قالوا بأننا كفار هم يقولون هذا أيضا، لا نقرهم نحن بالضرورة، لكن أيضا هم يقولون هذا لمعنى أننا نكفر بدينهم. فإذا، وكما قال أحد العلماء والاجتماعيين المسلمين، يقول يعني عبارة يقولها مفكر، بأن دينا لا تكفير فيه ليس بدين، بمعنى أنه لا تعرف حدود هذا الدين، متى يخرج من الدين ومتى يدخل فيه، هذا ليس بدين. يعني معنى مختلط مع المجوسية ومع الهندوسية ومع البوذية والنصرانية واليهودية، ليس له حدود. بينما عندهم أيضا كل دين له حدود، إذا لم تؤمن بالسيد المسيح مثلا فأنت لست نصرانيا عندهم. إذا هذا هم يكفرونك الآن، يقولونك أنت لست مؤمنا بهذا الدين الذي يديننا الله عز وجل به. فإذا التكفير مبدأ قائم موجود عند في الإسلام في كل الملل وفي كل النحل وفي كل الديانات. التكفير صار لفظا اصطلاحيا، الذي أفهمه من الاصطلاح الدارج أو اللفظ المتداول هو الخروج بالتكفير عن الحدود الشرعية. يعني مثلا أن تكون المبادئ والقواعد التي ينطلق منها التكفير هي مبادئ باطلة أو مبادئ ضعيفة جدا، فيقال بأن هذا تكفير. أيضا قد يكون المبدأ صحيح أن هذا كفر، وإذا ثبت على فاعله ثبت عليه الكفر، لكن يكون تكفيري إذا غلا في هذا التكفير فأخذ يطبقه على الأعيان. أنا من حقي أن أقول مثلا في مسألة خلافية مثلا بل هي اجتهادية، أن كفر تارك الصلاة كافر، وأنا أعتقد هذا، لكن لا أطبقه على الناس حتى في أجوبتي وفتاواي. لا أقول إذا لم يصلي الرجل فإن المرأة تطلق منه مثلا وتنخلع منه، لا بد من قيام شروط وانتفاء موانع وظهور الحجة التي يكفر منكرها وقيام المصالح، ظهور المصالح وانتفاء المفاسد، وكل هذه الأشياء قد لا تتحقق في الغالب، ولهذا لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليس فيها دليل لا للمرجئة ولا للليبرالية المعاصرة الذين يقول لا يوجد تكفير في دين الله عز وجل، وهذا باطل. هو يكفر في نفس الأمر لكن لا أطبقه، أحتفظ برأيي في داخلي، فلا يظهر علي بأن أقول هذا كافر، فضلا أن يظهر أيضا بالفعل فيعتدي عليه وطبق عليه أحكام الكفر الظاهرة وهو يعلن الشهادتين يقول بأنه مسلم. فمن تجاوز هذه الحدود وطبقها على الأعيان قبل اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط طبعا أن يكون إقامة الكفر بيد السلطان وعن طريق محاكمات شرعية صحيحة تقام لهذا الشخص، فمن يتجاوز هذه الحدود يسموه تكفيريا، تكفيريا أيضا. فإذا هو تكفيري إذا ابتدع في القواعد وكفر من لم يكن كافرا بالنوع أصلا، فهذا منحرف. مثل الخوارج على سبيل المثال يكفرون بالكبيرة، ليس كذلك؟ هذا خطأ في المنطلقات والقواعد، فهم تكفيريون بهذه الطريقة بهذا المعنى أو المعنى الدارج، وهو الانحراف في معنى التكفير. هذا في المنطلقات والقواعد. في التطبيق قد يكون كافر في نفس الأمر عفوا من حيث النوع، ولكن لا أطبقه على الأعيان حتى ولو كان كافر. يعني مثلا الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل من أعظم المحادة لله عز وجل، وهي أعظم من ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة ترك أمر واحد من الأوامر، بينما الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فإن هذا الحاكم يضع نفسه مقام الله عز وجل فيبدأ بالتدبير والأمر والنهي، فهي أعظم من ترك الصلاة. مثلا العبد مع سيده، العبد لو خالفه في أمر من الأوامر هذه مخالفة أمر، لكن لو جاء العبد ونحى هذا السيد تماما ثم جلس مكانه فأخذ يشرع بما يصادم أوامر هذا السيد، فأيهما أعظم، المخالفة في أمر مفرد
أو المخالفة في أصل التشريع، ومع ذلك مع شدة الحكم بغير ما أنزل الله وأنها كفر بالنوع، وقد تكون كفرا في نفس الأمر إذا اجتمعت الشروط وانتبهت الموانع، إلا أن العلماء امتنعوا عن ذلك. وهذا الإمام أحمد رحمه الله من حيث النوع كفر المأمون وكفر خلفاء بني العباس من حيث النوع أقصد وليس الأشخاص، ومع ذلك أبقى لهم حكم الإسلام. فلاحظ إذا تعديت على الأفراد، وصلت إلى الأفراد وتعديت عليهم، فينبغي أن يكون بعد اجتياز هذه الحواجز، وجود الشروط، انتفاء الموانع، قيام الحجة، وجود المصالح، انتفاء المفاسد، أن يكون هذا بيد السلطان ومن خلال محاكمة عادلة. فكيف يثبت بعد ذلك الكفر؟ إذا جاء عند المحاكمة رجع، أنت قلت كذا، قال نعم قلت وأنا رجعت، أو يقول لم أقل فيقبل قوله، ما يحتاج نثبت عليه إلا إذا كان لأجل التعزير، يعزر على مقاله أو استهزاء أو شيء من هذا القبيل، فإنه يعزر حتى لو رجع عن مقالة الكفر. فإذا قد لا يثبت، وهكذا لم يثبت في عهد النبوة ولا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناه ليس معناه أنه لا يكفر في نفس الأمر ولا أننا لا نقول بالتكفير. فمن تجاوز إذن هذه الحدود الشرعية لا في القواعد وفي منطلقات التكفير ولا في التطبيق على الأعيان فهو التكفيري الذي يذم، وهو المصطلح المتداول عند كثير من العلماء والكتاب والمؤلفين، ويعنون به الخطأ في المنطلقات والقواعد أو الخطأ في التطبيق، والله أعلم.